أهلا وسهلا، كيف الحال يا أسود اليوم؟ تتذكروا هالقصة ومنشكر هالطيرة، واحد أسود يتحد وحدة بيضة. عيطت له المضيفة قالت له ما فيني أتحدى الأسود، إزعاج هيدا لإلي. قال له للكابتن، قال له إيه مع حق، إجا وقال له للأسود أهلا وسهلا فيك فرست كلاس. زقفوا كلهم، إزعاج هو يقعد حدك يا بلا أخلاق. بس بنتعلم، قال له منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب. منين تعلمت الأخلاق؟ من اللي ما عنده أخلاق. السعودية عم بتقول لسوداني بسيط يا أسود، كتب قصيدة ونشرها. أعجبتني هذه القصة التي تحمل بطيتها قصيدة معبرة، وحبيت أني شارككم فيها. شو القصة؟ شو القصيدة بتقول؟ قال كنت أسكن قبل أشهر في إحدى المدن السعودية، وفي يوم من الأيام وأنا بالمحل مع زوجتي إجت امرأة بدوية لعند الكاشير تدفع، وأبت نفسها أن يتقدم هذا الأسود كما ظهر، فقالت له بلهجتهم وخر يا أسود بتشديد الخاء وكسرها يخرع يعني. فتفاجأ بهذا الإحراج أمام جميع المشترين، والذين بالطبع أغلبهم رجال يسكتون حين تظهر امرأة لتشغل جميع حواسهم الأخرى ابتداء من العين إلى الواوة. وصدول قال لها أسود الأسود سأترك يا مرأة، ويقصد اللبس الأسود. أسود أنت لبس عبية سوداء. أخبرني ذلك الرجل السوداني واضح البساطة والكادح والأصالة والذي يبلغ ما يقارب 50، إن هذا أقصى ما استطاع قوله لحظاتها، والمرارة في قلبه من منظره أمام الناس. وبكل أسف كانت زوجته طبعا بعيدة عن الموقف، ما تتكفلت بالرد إنه هو بيت القبائل، يعني إنه هي سعودية يعني لبس أسود، شيلها الأسود وخر. مر الموقف مع اندهاشها من رده، ما قدرت تكون حده لحتى تساند، وعاد إلى البيت وبدأ بكتابة هذه القصيدة والتي أفلح لاحقا في إيصالها لهذه المرأة عبر الشغال أو البشكار الهندي بتاعهم. ثم بعث بها إلى إحدى المجلات العربية، ما رح نذكر اسم المجلة بس رح تكون هون، ورح أقرأها على الشاشة لو فيها شاشة الشاشة. فقلت له هل أنشرها لها كاملة؟ قال لا بأس، على الأقل تسبب له بمشكلة، فهو ليس بخبير كما يبدو بدروب الإنترنت. فقلت له ضاحكا أبشر يا أسود، وأتمنى أن نوفق في نقلها لكم. قالت لي يا أسود، رجعت للوراء حنطي لونها وبشرتي سمراء، مغرورة شكلها تحب الطاعة والولاء. السواد هو الوطن في القارة السمراء، سواد هبة خالقي، وأحس بالرضا. لوني شرف لي وللكعبة كساء، للرجال مميز للشوارب واللحاء. سوادي في العيون زينة وبدونه عماء، لوني شهامة ورجولة ما به ما يساء. سوادي خيام بادية لعروبة كرماء، تعلمين لوني للمرأة الستر وجمال وغطاء. سوادي على كل رأس أمنية النساء، وإن كان شعرك أبيض تشترين لوني بسخاء، وبعدما تضعينه تعودين شبابا للوراء. تقولين أسود، وكل من يزور الكعبة يقبل لوني بانحناء. السواد هو صندوق سر لرحلات الفضاء، السواد هو بترول مبدل صحاريك لواحة خضراء. لولا السواد ما سطع نجم ولا ظهر بدر في السماء، السواد هو لون بلال المؤذن لخير الأنبياء. لولا السواد لا سكون ولا سكينة بل تعب وابتلاء. تقولين لي أسود، السواد فيه التهجد والقيام والسجود والرجاء، فيه الركوع والخشوع والتضرع لاستجابة الدعاء، فيه ذهاب نبينا من مكة لأقصى ليلة الإسراء. ضوضاء السواد منا علينا أن نستغفر ونجهش بالبكاء. عزيزتي تأملي الزرع والضرع
وسر حياتنا في سحابة سوداء. اسمعيني والله، أنت مريضة بداء الكبرياء، انصتي لنصيحتي يا مرض، ولو صفة دواء، ولو هيك لوصفة الدواء، عليك بحبة مباركة من لوني مع جرعة من ماء. أنا لست مازحا، وستنعمي والله بالصحة والشفاء. حبة البركة سوداء. سامحيني يا مغرورة لكل حرف جاء وكلمة هجاء، وكل ما ذكرت هو حلم في غفوة ليل أسود أو مساء، لا أسود ولا أبيض بيننا في شرعنا سواء. كلنا من خلق الله الواحد، نعود لآدم وأمنا حواء. إن أكرمكم الله أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدنا منقول أسود وأبيض، وبعدنا منحكي لكل الناس إنه ما رح نقول أسود وأبيض، شو منقول؟ قال له منغير، منقول أزرق. قال له شو منعمل؟ منقول أزرق غامق أزرق تاتي. العنصرية في كوفية من عناصرنا، إنه هيدا أسود هيدا أبيض، هيدا غني هيدا فقير، هيدا من الأشراف، هيدا سمو الأمير، سموم، هيدا فخامة الرئيس، هيدا جلالة الملك. الحمار عنا بيحطوا له جلالة خي عبد الله، ما بصير جلالة الحمار. والحمار أفهم مني ومنك، بيعرف إذا اللي ركبته مرأة أو بنت، حبلي صبي أو حبلي بنت، ما بده دق وطارته يعرف. الحمار بزيحك وبزيحك وبيمشي بالنص. ولو حطيت على الحمار ماركة BMW أو أغلى سيارة بيضحك عليك الحمار. قال له يا بي يعني ليش بيسمونا حمير؟ قال له لأنه الحمير يا بي أفى من البشر. قال له عقبره صرحت، قال له شفت لي حمير مثل الناس؟ قال له ناس مثل الحمير، ولك ناس مثل الحمير في كتير، حمير مثل الناس، الحمار بني آدم أكتر مني، ما بيكذب، بيضلوا راضي، بيأكل حشيش وشعير. لو الإنسان بيرجع بيأكل شعير كان بيرجع إلى الضمير. أي متى بيصحى الضمير؟ هيدي أمي وهيدي عمي، دايما بين الوزير والأمير في واحد بلا ضمير بطاني طالحة، بيقول له طال عمرك طال، وبيبعوث بهي وبهي وبيحطهم بجيبته. عشتهم عندكم شهر ونص، قعدت عند رفيق الحريري وخدمت نازك انت وابنك، ما قالت شكرا لا ماديا ولا معنويا. اجي الخادمة قالت لي روحي خلص وقتك هون، رجعت عبيت الملك. وتلفنت بعد يومين نازك الحريري شخصيا، طبعا مخصية لانه حواليها بطاني طالحة، وطلبتني وقلت لها تفضلي. قالت لي عليك فاتورة تليفون 1400 ريال، لان كنت بتنزلني مع الخدم. قلت لها بدي غرفة لقلي. قال لا هون بتنامي. قلت لها برجع بنام بيت الملك وبجي بخدمك، بدي غرفة لي مش مع حدا لان انا بقرا بالليل. رجعت استحيت وحطتني بالاوتيل. جوزة بيملك السعودية، بيملك هالدنيا وهالأراضي، وين صار الحريري؟ يا ريتك على الحصيرة. واحد اللي كنت قله يا رفيق الطريق اترك الحريري، اترك هالكذابين وهالمنافقين، رجع على قانا الجليل وقعد مع الجليل. سألوا سعد، قله عطيني بس فكسيت مريم نور وبقي كلهم كذابين. وش عملت؟ قالت لي بدي 1400. ستكرة معينك سامحيني، استحي. بعد سنتين تلفني تلفني لا قبل أن يجف عرقه يا نازك، خدمتك ما قلتي شكرا لا ماديا ولا معنويا. قال آسفة، بعثت لي حق فردة صرمالية. سو فردة من نازك الحريري وفردة من بنت الملك وجوزة ابن الملك. سو بمشي بهالإجر، هايدي نازك وهايدي مودي بنت خالد. نعم سنتين خدمتها، مودي بنت الملك خالد وجوزة ابن الملك فيصل عبد الرحمن، وشافوا معجزات من هالمرة وكرامات وإشارات وبشارات. تركت لها ورقة على التختة، قلت لها شو عملت غلط حتى نسيتيني؟ بعتت لي حق فردة صرمية. مين قال بدي اطلع وسائل الإعلام؟ يلي نازلين ما ادعوسون، ويلي طالعين ما ادعوسون، ما حدا يدعس حدا لا بالمداس ولا بالداس قبل أن يجف عرقه. أنا اللي بتساعدني بالبيت تدفع له سلف
مش بنطر لآخر الشهر بطلع بالتاكسي. سلف، وتعلمت من السلفيين والخلفيين اللي عندكم، ما بنطر قبل أن يجف عرقه. والحمد لله ما في نهار جعت ولا عريت. وشو ما صار بعمل مثل أيوه، قل له لا اللهم لا تغير بحالي، مني قوية توبني، خليني ضلني أكل أشرب ونام ومستورة. وعن كل هال الأمة العرب الأيورة عن هالناس معزلة، ما عندي مجاملات وما عندي مساومة، عندي خير جليس وعندي صديق. إذا منو عربي غير عربي بالهند موجودين، وإن أكيد بتشوفون معي على التلفزيون وهون أكثر. نعم هالمحششين مهمين كتير، نيالوا المحشش واللي عارف حاله إنه محشش، اللي بيأكل ملوخية يعني الملوكية القاط، في أكل كتير أعشاب بالأرض بتهدي لك أعصابك حتى تقدر تتحمل هجلقين. بس أنا ما بدي إياهم. إذا بيعملها كان الملوك، مني بحاجة يكون ملكة أو خادمة. أنا نحن ونحن. Be yourself، كون نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي بالروح. أنا بحشش وبسكر لما بقرأ بقلبي كتاب المعلم ما له اسم، بسكر فيه، بصير يا حبيب قلبي شو بدي أعمل، بقعد على الإنترنت، بتمشى بالبيت، بطلع لبرا، ما في مطعم، ما في شيء تكون، برجع بجي على البيت وبقول له بشكرك. وبعرف إنه بس لقي شيء طعمي أو شيء خريه بتأمل أخرى وأخرى وأخرى، ونجينا من الأعظم ونجينا من الأعظم. بقول له بس ما تضيع لي عقليتي، تضار أقدر أتحمل أهل جهل وأهل هبل. نعم موجودين، وبنا خاص بأمة العرب لأن نحن شعب لا نقرأ. قال له إيري قدك يا أبونا، شو بتضلني أقرأ؟ لازم نقرأ، بدي أقرأ وأفهم وأسمع وأحفظ والعمل به ثم نشره. نحن لا ننشر دغرين، شو بنسمع؟ ما بنصدق الحقيقة، بنصدق الكذب اللي بيقولوه عن مريم نور وبننشر هالكذب. بيبعثوا لي كتير إيميل لك شو عم بيسبوا فيك، ما بقرأ أبدا، ما بفتح ولا إيميل، لا بيسبوا ولا بيحبوا. لا تفرحوا على ما أتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، ما تضيع وقتي مع هالأموات، اللي قاعد مع الحي أخذي ما بده الميت، اللي قاعد مع الله ما بده عبد الله. من آمن بمحمد محمد مات، ومن آمن بالله الله حي بكل حي. ما معناته محمد ميت؟ لا، كل من حمد الله إيمانا واحتسابا، ولكن وصلك بالألوهية مش بالأنبياء. حط النقطة دغري بالموجة، من الموجة للمحيط، دوب بالمحيط، الدوبان اللقاء والموت بالمحيط. اللهم تقبل منا هذا القربان، ستنا زينب الحسن والحسين، وحبيسه هون وحبيسه هون عرف، فاطمة تحكي بس عرفت انه هي اول ناس بيح عليها، كانوا يعرفوا عندهم الكشف الإلهي وبيعرفوا انه هذا ممر. وين المقر يا حبيب قلبي؟ ما القر كله عند الله، بس لا اله الا الله، هالألوهية، هالبيت اللي هو من نور، نور من نور، اله من اله الى حق. بس من ضعفنا اوقات بقول له ليطمئن قلبي بتعطيني اشاره. كلنا بنختبر اشارات، كلنا كيف هالنطفه وهالبويضه فاتت برحم هالامراه وصارت جنين، وكيف طلع لحاله وفتح تمه وعرف رضيع وعرف يصرخ وعرف يحكي وعرف. بس نحن بنبعثه على المدرسه ومنعلمه مثل ما بدنا، منلبسه مثل ما بدنا، طلع استاذ، طلع مهندس، طلع محامي، طلع دكتور، طلع غني، خذ هالبنت يا غني ولا. قال له يا بي كنت بفهم كتير، بعتني على المدرسة صرت حمار. قال له شو أحلى شيء بتحبوه بالمدرسة؟ قال له الجرس، بس يدق تنفل على البيت.